مرحبا لكل المحبطين اللي عم يحضرونا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه خاصه جدا جدا من برنامج بنقدر. بلشنا. حاليا انت كمشاهد قاعد بالبيت، حابب اسألك سؤال، يا حزرك يا عزيزي المشاهد، كم حلقة صار عملنا من برنامج بنقدر؟ فكر خود وقتك. اي سيدي شو صار معنا؟ عرفتوا؟ هلا يمكن الرقم يكون صادم شوي، بس انتم الان تشاهدون الحلقة رقم 100. طبعا هالسؤال نزلناه على صفحة البرنامج انه قديش صار عدد الحلقات يلي عرضناها، والجواب الصحيح كان 99 حلقة، لانه اليوم الحلقة 100. وطبعا اجانا مئات الاجابات، فاخترنا اول خمسة كتبوا اجابة صحيحة حتى نذكر اسماءهم ونشكرهم. ورقة الاسماء يا شباب. طب انا شو ضمني انه هالاسماء ما انا مزورة؟ هلا اذا الناس دخلت على صفحة البرنامج بيلاقوا هالاسماء مجاوبة صح؟ طيب خلونا نذكر الاسماء. الاسماء هنن سارة شيحة، وهيب توما، زهراء الملا، محمد نجار، فيما غورية او فيما، ما بعرف صراحة، ان شاء الله اكون قريت الاسم صح. هدول الاشخاص هن اول خمس اشخاص جاوبوا صح، لهيك اسمحوا لي اني هديكم تذكار صغير من البرنامج، واللي هو ماج عليه لوجو القناة مع لوجو البرنامج مع ذكرى صغيرة مكتوبة عليه مني. طيب خلونا نرجع لبداية البرنامج وكيف صار. صراحة أول شيء اجتني فكرة البرنامج، كتبتها، حضرت حلقتين، قدمتهم لتلفزيون لنا. الجماعة حبوا الفكرة، وفعلا اتفقنا على تصوير 20 حلقة بس، وأنه في حال شفنا الناس تقبلت الفكرة منكمل، ما تقبلت الفكرة منكون شكرا لجهودنا المبذولة. وعملنا 20 حلقة وعرضناهم، وبعد هيك بلش دوركم انتو. لما استقبلنا منكم الكم الهائل من المحبة، ان كان بالتعليقات او بالرسائل اللي كانت توصلنا على الفيسبوك، وهذا الشيء خلانا نقرر انه نستمر بالبرنامج ليوصل عدد حلقاته اليوم مثل ما حكينا لمئة حلقة. كيفك يا عمو علي؟ نحن منحبك كتير يا علي بوشناط. عمو علي بوشناط كان اهلا بنا، لانه منقدر ما مننام لحتى نشوفك يا عمو علي بوشناط. كنا بدنا نصور لك هذا الفيديو من زمان، ولكن ما قدرنا لهلا. نحن بالمطعم مثل ما شايف عمو، حبينا تكون معنا بحمام سوريا. يعني انا بحب برنامجك بنقدر، بدي اياك اول شيء بدنا اياك على طول تستمر، اثنين ما تقطع ولا مره، ثالث شيء عيد الحلقه 100 مره، لانه بتعرف نحن بنحبك. حاولت يكون اسلوب تقديم البرنامج كاني عم حاكي رفيقي على التليفون عم بحكي له قصه. هلا ما حكيت مثل ما بحكي مع رفيقي 100%، لانه ما بيزبط، بيوقفوا لنا البرنامج بالرقابه فورا، بس انه يعني مجازا حاولت انه يكون الاسلوب بسيط. رغم انه مده البرنامج 5 دقائق بس، الا انه احيانا كان في حلقات تاخذ معي تحضير يومين وثلاثه واربعه. حكينا عن علماء وعن رياضيين وعن عمال وعن تجار وعن أدباء وعن فنانين وعن أصحاب شركات ومقدمين برامج إلى آخره، وكانوا سوريين وعرب وأجانب. وكان دائما الهدف من استعراض سيرة حياتهم أنه نأكد على كلمتين بس، ما في مستحيل. والحمد لله صرنا نشوف هالشي على أرض الواقع، وصار مصطلح منقدر يتكرر كتير، وهذا الشي كان بيعني لي جدا. بنقدر مو برنامج تلفزيوني وبس، لا، بنقدر صار مشروع بالنسبة لي، ورح حاول اني طوره أكثر ليصير له فاعلية اكبر على ارض الواقع. اخيرا بدي اتشكر كل الفنانين يلي بعتوا لي رسائل وشجعوني على البرنامج، بدي اتشكر كل الصحفيين يلي كتبوا مقالات عن البرنامج ان كان مديح او نقد بناء، شكرا لكل الرسائل والتعليقات ولكل متابعين صفحة البرنامج يلي صار عددهم أكثر من 120 ألف متابع، وشكرا لتلفزيون لنا يلي آمن بفكرة البرنامج ودعمه، وأهم شي شكرا لمحبتكم الكبيرة يلي حصلت عليها بخمس دقايق باليوم بس.
طيب بما انه اليوم الحلقة استثنائية خلونا نشوف هالفيديو. مرحبا لكل المحبطين اللي عم يحضر. يا غلاب. شكرا لدموعك ولسهرك ولفرحك. بس هي كأنه اللي ما أنا معتبه. اطلع بالله لفوق، في جملة بدي عيدها. فوق فوق فوق، اطلع 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 اطلع. والثانية لما ذكر اسمه بأحد الأفلام بأكثر من 15 اختصاص. والثانية لما ذكر اسمه. نزل 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 روح. فوق فوق فوق، اطلع 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 اطلع. نزل 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 روح. مبين انه عم نمزح مو؟ مبين. يا اخي مو معك. يلا. ايه بس، يعطيك العافية. مهما مريتوا بظروف مش عم تستسلموا، ضلوا احلموا لانه بنقدر دائما وابدا. السلام لسوريا، كنت معكم انا علي بوشناق. باي.